حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء يسير في هذه اللحظات الشوط الخامس في المجموع لهذا اليوم المخصص للابكار الثنايا المحليات الاصايل. بعد ما شاهدنا وتابعنا الشوط الماضي الذي ذهب من نصيب غياث لمالك مطر بن محمد بخلفان بكراج السبوسي الذي سجل 10 دقائق 6 ثواني. نذهب إلى المقدمة الصدارة والمركز الأول مع جبارة عبد الله بن راشد بن حليس الكتبي الذي يقدم جبارة على المركز الأول، بينما في المركز الثاني كذلك جبارة بشعار محمد بن راشد بن سويدان بن حضينم الكتبي. نقلتنا إلى المركز الثالث، هناك الوصول من رموز حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري الذي يقدم رموز مع المركز الثالث. المركز الرابع أشوف الوصول في هذه اللحظات الاتحادية، حميد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس هناك الوصول من انتباه عبد الله بن محمد بن عويضان العامري الذي يقدم انتباه على المركز الخامس. المركز السادس هنا الوصول بتواجد الزود محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز السادس من خلال هذه اللحظات وبوجود هذه الأسماء الأوائل. هكذا النتيجة المذاعة للست المراكز الأولى مع هذا الشوط، هناك أسماء أخرى قادمة في هذه المنافسة.
عودة إلى المركز الأول إلى انطلاقة جبارة هنا على مقدمة الشوط عبد الله بن راشد بن حليس الكتبي الذي قدم هذا الاسم على المركز الأول، ولكن التسلل على الجانب الآخر من جبارة محمد بن راشد بن سويدان بن حضيرم الكتبي المركز الثالث. هذه هي رموز حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، بينما في المركز الرابع هناك الوصول من هقوة محمد بن سهيل بن عويضان العامري يأتينا بهذا الأداء الجميل. وهناك على الطرف الآخر تقدمت الاتحادية حميد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي، يقدم لنا اسم الاتحادية. هنا وصلت بكل قوة جود لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي الذي يقدم لنا اسم جود في هذه المنافسة القوية. هذه الأسماء الأوائل المنطلقين الحاضرين مع هذا الأداء المتميز. إلى أين الفوز والانتصار؟ إلى أين هذا الشوط سيذهب مع هذه المنافسة القوية؟ عودة إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط جبارة محمد بن راشد بن سويدان بن حضيرم الكتبي الذي يطلق جبارة على مقدمة الشوط. كيلو وير ما تبقى عن خط النهاية. المركز الثاني تقدمت في هذه اللحظات جبارة أيضا عبد الله بن راشد بن حليس الكتبي على المركز الثاني. المركز الثالث هذه هي جود وصلت إلى المركز الثالث، اسم خطير اسم مميز مع محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي الذي يقدم لنا جود في هذه المنافسة القوية مع هذا الأداء الرائع. ما شاء الله تبارك الله، شوف الأسماء الأخرى، شوف الأسماء، هذا هو شعار بن عويضان كذلك يصل بكل قوة. هنا المنافسة بدت في هذه اللحظات الرائعة. على الجانب الآخر التقدم من شعارك يا بن عويضان، لياتينا باسم رموز حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. هنا يأتينا بهذا الأداء الجميل، ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني جبارة محمد بن راشد بن سويدان على المركز الثاني في هذا الانطلاق وفي هذا الحضور. الثالث تصل أطياب علي بن مهير بن سعيد الكتبي مع انطلاقة أطياب في هذه اللحظات الرائعة. ما شاء الله، المركز الثالث القادمة هقوة محمد بن سهيل بن عويضان. المركز الرابع أشوف ديمة قادمة هنا في هذه اللحظات. سالم بن محمد بن حاذة الكتبي يقدم لنا ديمة، والوصول من الدفاع عبد الله بن محمد بن عويضان، والواصل جود محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. الصعب قادم مع هذا الاسم الممتاز. يا سلام يا جود، غيرت الى المركز الاول للصعب. الصعب صعب. يا سلام على هذا العرض الجميل الذي تقدم بالمركز الاول جود محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. مشكور يا سعيد بن سلطان على هذه المتابعة، ولكن تابع الوصول. التقدم بدأ بانطلاقة أطياب علي بن مهير بن سعيد الكتبي. الثالث القادم رموز حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان. الرابع الانطلاق من فتنة محمد بن سلطان بن مرخان. الخامس الوصول من هقوة محمد بن سهيل بن عويضان، ولكن رغم الضغوط إلا أن هذا الاسم مسيطر. الصعب يقدم جود. الصعب في ركابه صعايب. الصعب. أشكرك يا أبو سلطان، أشكرك. تهانينا أولا إلى محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، والتهني بعد ذلك إلى سعيد بن سلطان بن مرخان الكتبي، وبعد ذلك أيضا إلى بدر بن علي العويضان
الرئيسي على فوز جود. المركز الثاني يذهب إلى فتنة كذلك محمد بن سلطان مرخان الكتبي. الثالث هناك رموز حمد محمد بن سهيل بن عويضان. الرابع يذهب إلى أطياب علي بن مهير بن سعيد الكتبي. الخامس كان بانطلاقة هقوة محمد بن سهيل بن عويضان. التوقيت 10 دقائق 16 ثانية.